السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب المرحلة الثانية في قسم علوم الحاسبات الجامعة المستنصرية، وياكم دكتورة هدى هيكل حسين. نكمل مادتنا موضوع الـ Software Engineering Chapter 4، يكون عنوانه Requirement Engineering. راح احنا اخذنا هذا الموضوع Requirement Engineering بصورة مبسطة في الـ Chapter 2، لكن ان شاء الله بهاي المحاضرات القادمة ان شاء الله ناخذ بعض مواضيع عن بصورة تفاصيل اكثر. طبعا احنا لضيق الوقت ما راح نقدر نكمل نغطي تشابتر ككل، لكن حاولنا انه نختار من عنده بعض المواد او المواضيع المهمة بالنسبة لمادتنا. هنا راح نلاحظ، نبدي من هذا السلايد. What is requirement؟ requirement احنا اخذنا عنها فكرة وعرفنا انه هي المتطلبات او الخدمة اللي ممكن ان يقدمها السيستم. طبعا requirement عملها وفهمها يجب ان يكون بصورة دقيقة بكافة تفاصيله، على مود نعرف انه النظام شنو الخدمة اللي يجب ان يقوم بها حسب الـ requirement والمتطلبات اللي يطلبها الـ customer او يطلبها الـ user. نلاحظ هنا طبعا تشمل كل تفاصيلها، يعني من كل تفاصيلها، من انه شرح للخدمة اللي يقدمها النظام بصورة عامة الى details، الى more details على صعيد معادلة رياضية mathematical function نحددها ونعرف شنو تفاصيلها. يعني كل التفاصيل مطلوبة عندنا فهم الـ requirement. خلينا نجي هنا نباوع. It may range from a high level abstract statement of a surface or of a system constraint to a detailed mathematical functional specification. يعني مثل ما تحدثنا، يعني requirement، فهم الـ requirement مطلوب من الـ high level abstract statement، يعني كيف بدأ الـ user ينطينا بـ high level language، يعني بلغته بشون قدر يوصل لي المعلومة أو الخدمة اللي يريد يطلبها من عندنا من النظام، إلى أبسط details موجود عندنا على صعيد معادلة رياضية على كل التفاصيل المطلوبة. This is intendable as a requirement may serve a dual function. يعني عملية فهم requirements في بعض الأحيان تكون في مثلا عندنا for example عندنا شركة، فإحنا الشركة تطلب فد خدمة معينة، توفير هذه الخدمة أو اتفاق على الخدمة المطلوبة من السيستم حتكون على طريقتين. اما تكون تصير تعاقد مع الشركة انه مطلوب من عندهم الخدمة كذا وكذا، او تكون يعني مسبقا، او تكون ضمن الكونتراكت، يعني العقد ضمن العقد مكتوبة with details معرفيها ويا التفاصيل مالتها. اما تكون بصورة عامة محددي لي يعني بالكونتراكت شنو الخدمة المطلوبة من السيستم، او تكون هي من اساس الكونتراكت بس تكون مذكورة with its details. هنا عندنا هنا راح تمثل لي كل الـ requirement حسب ما اتفقنا. اذا هي كل الخدمة من البداية الى type of requirements. لاحظ بهذا السلايد عندنا two type of requirements اللي هي الـ user requirements. هذا السلايد جدا مهم، user requirement و system requirement. طبعا احنا عرفنا قلنا requirement هي المتطلبات او الخدمة. عندنا اكو requirement خاصة بال user requirement واكو system requirement. هذه طبعا كل وحدة راح تبين لي شون عملية وصف الخدمة بالنسبة لل user. هنا لو نتبع هنا عندنا statements in natural language plus diagrams of the surfaces the system provides and its optional constraint written for customers. يعني احنا هنا يكون الطريقة وصف الخدمة شون راح اليوزر شون يريد يوصل لنا requirement مالته، حيكون اما عن طريق natural languages، يعني عن طريق يعني اللغة مالته ممكن يوضح لنا او كتابة يكتب لنا شنو الاشياء اللي يريدها من السيستم، او عن طريق شك دايجرامز يرسم لي اشكال ويقول لي اني اريد السيستم يكون ينفذ لي هاي العمليات.
بس without details. هنا عندنا الـ system requirements راح تهتم بالـ details. هنا راح يكون عندنا لازم يكون طبعا هنا يكون بوصف يكون وصف جدا دقيق بكل التفاصيل، تكون هذه requirement الخاصة بالـ system، وتكون طبعا مو مثل الـ user requirement قلنا مكتوبة بالـ natural language أو diagrams. هنا لا، حتكون عندنا structure document مكتوبة بلانجوج تكون مفهومة وواضحة بالنسبة للsoftware engineering، أو يكون الأشخاص اللي هم الاختصاص يقدرون يفهمون سواء structures أو diagrams تكون واضحة بالنسبة لهم، لها معايير خاصة أو أشياء ستاندرد، مو مثل بحالة اليوزر ريكويرمنت يكون يوصفها مثل ما اتفقنا بالناتشرال لانجوج أو برسومات مخططات عادية بسيطة، ممكن انه نوضح شنو المتطلبات اللي عندنا. اوكي، هنا راح تبين عندنا مثال على اليوزر اند سيستم ريكويرمنت بالنسبة للمنتال منتال منتال Mental Care System اللي أخذناه بالشابتر 1 بالكيسز، أخذنا كيس ستدي واحدة من عندهم هنا ودي يوضح لي User Requirement Definition. خلينا نشوف The Mental Care System shall generate monthly management report showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month. يعني شنو معناته؟ احنا هنا بالنسبة لليوزر الريكويرمنت تكون احنا يريد مونثلي كل شهر يكون يطلع لنا ريبورت، يستخرج من السيستم يطلع لنا ريبورت تقرير بالكوست اوف دراجز كل عيادة، هاي شهريا يريد من عندنا هذا. هذه فقط مثلا اليوزر ريكويرمنت. بالسيستم ريكويرمنت شوفوا هنا الفرق بين اليوزر ريكويرمنت والسيستم. شوفوا هنا احنا كانت عندنا بس نقطة واحدة اللي هي تمثل السيرفيس المطلوبة من عنده، انه هو يريد المونثلي تقرير شهريا شنو الكوست اوف دراجز. هنا بعد السيستم ريكويرمنت شوف كم نقطة صارت عندنا. هنا عندنا بالسيستم ريكويرمنت هنا راح يدخل مور ديتيلز، تفاصيل اكثر عندنا واشياء اكثر. خلينا نقرا هنا عندنا on the last working day of each month summary of drugs prescribe their cost and the prescribing clinic shall be generated. يعني هنا عندنا يوميا على مود، هذه هسه مجموعة نقاط على مود يوفر لي يوصل بالأخير إلى هذه الخدمة، يقدم هذه الخدمة للكلاينت أو لليوزر. هنا راح تصير عندنا يريد يوميا احصائيه كانما يسوي لي شنو الدراكس او العلاجات اللي استخدموها مع التكلفه مالتها. هنا السيستم شال جنريت ذا ريبورت فور برينتينج افتر، يعني مثلا بعد قول 5:30 اوف لاست وركينج داي اوف المانث، احنا هنا يعني بالوقت يكون ايش وقت ينتهي مثلا وقت الدوام يكون هو مطلع لي الريبورت. الريبورت shall be created for each clinic، يعني كل عيادة لها ريبورت الخاص بيها ومحطوطة عندنا individual drugs names بالتفاصيل الاسماء العلاج اللي استخدمه وكل واحد وش قد الجرعة اللي لازم يستخدمها كل مريض وضمن العيادة الخاصة بي، يعني طلع لي more details. If drugs are available in different doses، بعض الأحيان عندنا بعض العلاجات عندها أكثر من دوز، هو نفس الاسم العلاج ممكن أن يكون وبس هو بي مثلا عندنا شكلين، فإذا كل واحد من عندهم هو راح يصير له reports separate reports report الخاص بي. عندنا هنا access to drug cost reports shall be restricted restricted to authorized user. هنا ايضا نقطة مهمة، يكون طبعا الريبورت ما يظهر ويا مع الكوست ما يظهر للاشخاص هم ان اوثرايز، يعني يظهر للاشخاص اللي هم مخولين او عندهم صلاحية انه يطلعون على هذه المعلومات الخاصة بالمرضى والعلاجات اللي يستخدموها
تكون هذه مجموعة النقاط كلها تتوفر على مود نحصل نطلع الخدمة اللي هي مطلوب عنده معلومات عن الدراكس. تشوفون اليوزر ريكويرمنت طلب ريكويرمنت على شكل بلغة البسيطة وداوت ديتيلز، لكن السيستم ريكويرمنت سيحتاج الى تفاصيل اكثر وصف دقيق كيف يمكن ان يقدر يستنتج الخدمة المطلوبة من السيستم. نلاحظ هنا معلومات عن اليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت ريدرز، يعني من ممكن انه يتعامل او يكون يقرا اليوزر ريكويرمنت او يكون مفهومه منو الاشخاص. راح نشوف هنا امامنا بالنسبه اليوزر ريكويرمنت هي الكلاينت مانجر، اللي هم الكلاينت مانجر الاشخاص المعنيين المدير. السيستم اند يوزر اللي هم الاند يوزر اللي يستخدمون السيستم. كلاينت انجينير ايضا لازم يكون مهندسين، يعني معناته وهنا ايضا عندنا السيستم اركيتكتشر، كونتاكتر مانجر، كل دول الاشخاص ممكن ان يكونون على دراية ومعرفة باليوزر ريكويرمنت، يعني يكون واضحة بالنسبة لهم. لكن السيستم ريكويرمنت راح نلاحظ يكون عندنا لان بيه تفاصيل اكثر ومكتوب بالداتا ستراكشر بيها تفاصيل او لانجوج خاصة بالسوفت وير انجينيرنج. فراح نلاحظ تكون الريدرز لهم عندنا السيستم اند يوزرز، طبعا اللي هم طالبين الخدمة ممكن ان يكون عندهم معرفة عن الخدمة المطلوبة اللي يقدمها السيستم. الكلاينت انجينيرز راح نلاحظ الانجينيرز يعني السوفت وير انجينير، وعندنا سيستم اركيتكتشر، وعندنا السوفت وير ديفلوبر يعني اللي هم اللي مسؤولين عن انشاء النظام وتطويره. فهذا الفرق بين اليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت ريدرز. راح نلاحظ ايضا عندنا سيستم ستاك هولدرز، مثل ما اخذنا سابقا اذا تذكرون تكلمنا عن الستاك هولدرز. any person or organization who is affected by the system in some way and so how has a legitimate interest. معناته شنو؟ معناته قلنا احنا الستاك هولدر هم الاشخاص البيرسونز اللي هم مستفادين من النظام، او النظام يكون لهم بصيرة يعني يكون لهم شيء مهم يريدون يستفادون من عنده. قد يكونون، انتبهوا هنا على التايبس، ستاك هولدر تايبس، قد يكونون الاند يوزر هم نفسهم، قد يكونون سيستم مانجرز من إدارة السيستم، سيستم اونرز اللي الأشخاص اللي هم راح يمتلكون السيستم، أو قد يكون اكسترنال ستاك هولدرز يعني من أنظمة خارجية، أو ممكن مثل ما اتفقنا هو يوزر أو انذر سيستم ممكن أن تستخدم أو تستفاد من النظام مالتنا. نلاحظ هنا عندنا الستاك هولدرز ان مين كير سيستم. patient whose information is recorded in the system. دكتورز هاي هنا راح يوضح لي الستاك هولدرز بالنسبة للمين كير. لاحظوا هنا عندنا من هم اللي مستفادين من هذا السيستم مين كير اللي هو علاج المرضى، كان منو عندنا اول ستاك هولدرز هم منو؟ البيشنت المرضى. بعد عندنا ايضا منو حيكونون؟ الدكتورز. بعد عندنا النيرس، الميديكال ريسبشنز، الاي تي ستاف هو ار ريسبونسبل فور انستولينج اند مينتينينج ذا سيستم. اكيد فاذا صارت واضحه عندنا الستيك هولدر بالنسبه للمين كير سيستم، تنتبهون عليها هاي نقاط مهمه. عندنا اللي هم الاشخاص المرضى البيشنت، والدكتورز والنيرز، دول جميعهم يقدرون يدخلون على النظام ويقدرون يستفادون من عنده، بالإضافة إلى الاي تي ستاف اللي هو جدا مهم اللي راح يعمل لي مينتننس صيانة، أو يقدر يتعامل ويا النظام أو يسوي له ابديشن، يسوي له انستوليشن، يكون على دراية ومعرفة بالسيستم. عندنا هنا مجموعة نقاط، خلي احنا لهنا ننتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة. مع السلامة.